السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جميع متتبعي مدونة عرب نت وفي دار جديد إن شاء الله. فأنا أتأسف عن هذا الغياب الطويل نظرا لبعض المشاكل والأعمال في حياتي اليومية. اليوم أتيت لكم يعني بموقع جميل جدا وصادق يعني بالتجربة الخاصة، فهو ليس يعني عن مواقع الريف شير أو البي تي سي، فهو من موقع خاص جدا يعني عمله يعني صراحة أصحاب هذا الموقع يعني لديه استراتيجية رائعة للربح. فالموقع صراحة ليس بجديد يعني أخواني في الله، فقد قمت بشرحه منذ سنة تقريبا، لكن لا أعرف لماذا يعني هذا الموقع لم يضع ضجة في العالم العربي يعني مثل مواقع الريف شير أو البي تي سي. لكن سوف أعيد شرح هذا الموقع، وقد كما قلت لكم قد يعني قد قمت بشرح هذا الموقع منذ عام تقريبا، ومنذ ذلك الوقت وأنا أعمل بهذا الموقع. وصراحة الموقع يدفع منذ عام تقريبا، وكل شيء في يعني كل شيء بخير. وسوف أقوم يعني به في هذا الفيديو أيضا بوضع يعني سحب حصري وفوري يعني من هذا الموقع، حيث أن الموقع يقوم بإرسال لك فوريا من حسابك إلى حسابك على الباير. فبنك باير لا يعني بنك يعني صراحة جميل جدا، هو أيضا ليس فيه بعض الاقتطاعات الكثيرة. المهم يا أخواني في الله، فالموقع لديه طريقة للربح، فإما أن تقوم يعني بديبوزيت يعني تقوم بإيداع أموالك، أو لا تقوم بإيداع أموالك، لكن إذا لم تريد يعني أن تقوم بإيداع أموالك فالربح سوف يكون بطيئا نوعا ما. وأنا شخصيا لم أقم بإيداع في هذا الموقع ولو سنت واحد يعني، لكن كان يعني كما نقول المال يعني لن تستطيع ربحه من الولادة الأولى، فما عليك إلا الصبر يا أخي في الله. فيعني قبل هذا الفيديو أتمنى منكم أخواني في الله أن تقوموا باشتراك في قناتي على اليوتيوب الجديدة ليصلكم كل جديد. فكما تعلمون فقد قمت بتغيير قناتي على اليوتيوب نظرا لبعض المشاكل، ووضع اللجام لصفحتي على الفيسبوك ليصلكم أيضا كل جديد مدونة عرب نت. سوف تجدون الروابط أسفل الفيديو، رابط الصفحة ورابط التسجيل في الموقع. قبل أن نقوم يعني ببدء هذا الشرح أخواني في الله، دعونا يعني نقوم بتصفح بسيط. فالموقع اسمه جولدن ماينز يعني باللغة العربية عن تنقيب عن الذهب على ما أظن، لاحظوا معي. سوف نذهب إلى ذلك الشرح الذي قمت بوضعه منذ سنة تقريبا، فكان شرح صراحة حصري جدا لكن هل لم يعجب الأصدقاء أو لا أعرف شخصيا. كما تلاحظون معي فيعني قد لدي قناتين، وقد يعني لكثرة لا أعرف يعني قد قام يعني جوجل بأرشفة هذا الشرح، لاحظوا معي. سوف نضغط عليه لكي تروا. لاحظوا معي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم مؤسس مدونة عرب نت. اليوم إن شاء الله سوف كما تلاحظون نتطرق لقد شرحت هذا الدرس، ولاحظوا معي تاريخ أجرة فيديو يعني تاريخ إضافة هذا الفيديو حوالي يعني 23 مارس 2005، حوالي يعني سنة تقريبا. وقد يعني لاحظت أن الكثير من الأشخاص قد قاموا بعد ذلك يعني في أواخر 2015 بوضع الشرح لهذا الموقع. صراحة موقع جميل يا إخواني جدا، سوف نتطرق إلى الشرح أكثر عليكم في الكلام، تابعوا معي. أول شيء أخواني في الله سوف نقوم بالذهاب إلى هذا الرابط الذي سوف أدركم أسفل الفيديو. وأنا أشكر يعني من هذا المنبر الأصدقاء الذي يعني يدعمونا ببارتاج ولايك وتسجيل من خلال الروابط الخاصة بي، فهذا يعني يجعلني أثق بمدونتي وبالأعضاء المشتركين فيها وبمتتبعي أيضا. عندما نقوم بالدخول هذا الرابط سوف نضغط على التسجيل. كما تلاحظون معي هنا سوف نكتب يعني الإيميل، لا أعرف الإيميل الذي سوف أكتب. هنا سوف نكتب يعني هذه الباتشا. ثم نضغط على كونتينيو. وهنا سوف نكتب اليوزر نيم، هنا الباسورد.
تمرات على تسجيل عفوا لنا سوف نضع تاني إذا أكسبتي يعني أن لديك أكثر من 18 عاما. استسمح أخوني في الله. سوف نكتب يعني كما قلت لكم اسم المستعار هنا الباسورد ثم قلت على accept يعني على ما في هذا المربع ثم قلت على تسجيل. فالباسورد يعني صراحة اخواني في الله أتى يعني فيه بعض المشاكل، يجب عليكم ان تكتبوا يعني باسورد قوي جدا. انا اسف يا اخواني في الله لقد قمت يعني بقطع الفيديو صراحة المشاكل مع هذا الباسورد. انا يعني اقول لكم باسورد الذي تستطيعون يعني وضعه في هذا الموقع يجب ان يكون على هذا الشكل يعني بالارقام فقط، لا تضعون بعض الحروف الكبرى او الرموز. انا لقد تعذبت كثيرا في وضع باسورد جيد. بعد ذلك سوف نذهب الى يعني الجيميل الخاص بنا. لاحظوا معي اخواني في الله لقد اتتنا يعني رسالة من موقع جولد ماينز، نضغط عليها هكذا فالموقع يعني يعطينا بعض الباسوردات اخواني في الله كما تلاحظون معي هنا باسورد خاص بنا. لاحظوا باسورد الذي قمت بكتابته انا. سوف يعني نضغط هنا ثم نقوم بكتابة الايميل والباسورد الخاص بنا ثم نضغط على انتري. هذه واجهة الموقع اخواني في الله. فالموقع يعني لا يعطيك يعني اي رصيد. سوف نشرح لكم اخواني في الله هذه الصفحات وهذه هذا الموقع بالتفصيل. هنا البروفايل الخاص بك اي هذا البروفايل يعني يعطيك الايميل واليوزر نيم والايد الخاص بك والمعلومات التي لديك في الموقع من نقاط والى غير ذلك. هنا يعني التعديل يعني تستطيع تعديل الباسورد اذا كنت تريد تعديله. هنا الخروج على ما يعتمد هذا الموقع قبل ان ندخل الى هذا الموقع. ما هو يعني هذا الموقع فيه بعض اقزام تستطيع شراء تلك الاقزام بالنقاط ثم يعني هي بدورها تأتي لك كل ساعة بنقاط يعني بتلك النقاط يعني بتلك الذهب يعني لكي نكون واضحين تأتي لك بالذهب يعني كل ساعة تأتي لك ببعض القيم ببعض القيمات وكل يعني قزم وثمنه يعني كما تلاحظون من 100 جولد كوان الى 1000 الى 5000 الى 150 او 25000 الى 10000 وكلما يعني كان لديك عدد الاقزام يعني كثير كلما كان مدخلك اليومي يعني كثير هو ايضا. فالمدخل اليومي فهو فيكس فالاقزام لا تتعدى يعني لا تكمل او اسهم فهي ليست باسهم يعني تبقى لديك دائما يعني مدخلك يبقى فيكس. اذا كنت اليوم تأتي بواحد دولار فتبقى لك مدى الحياة. فكيف نقوم بشراء هذه الأقزام؟ فيعني أنتم كأعضاء مجانيين لن تستثمروا المال إذا يعني لم تقوموا باستثمار الأموال. سوف تأتون إلى هنا ديلي بونيز نضغط عليها ثم نأخذ هذا البونيز اليومي. سوف يكون حوالي 100 جولد أو 77 جولد كما تلاحظون معي. لاحظوا معي هنا 77 تستطيع شراء هذا الأقزام لأنه يعني ثمنه 100 جولد. سوف تصبر يعني حتى غد إن شاء الله وسوف يأتون لك ببونز آخر حوالي 77 أو 100 ثم تستطيع شراء هذا السهم. هذه في هذا في حالة إذا لم تكن تريد الاستثمار في هذا الموقع أو إذا كنت تريد الاستثمار فبطبيعة الحال سوف تقوم بشراء يعني جولد وسوف أريكم طريقة شرائها في آخر الفيديو. وسوف يأتي لك يعني هنا النقاط أوتوماتيكيا ثم تقوم بشراء هذه الأقزام. يعني هذه هي الخاصية في جميع في هذا الموقع فالأقزام لا تكمل ليست مثل الأسهم. هنا اخواني في الله فتستطيع جمع المحصول الذي لديك محصولك من
من الأقزام التي أتت الكياك بتلك الأنغام أو بتلك الذهب. سوف نذهب إلى حسابي الخاص لأوريكم، تابعوا معي، لاحظوا معي إخواني في اللفة، هذا هو حسابي. أنا لدي العديد من الأقزام سوف أوريكم إياها، لدي 6.4 قزم من 110,000 جولد، فسوف أضغط هنا يعني لأقوم يعني بجمع تلك الأنغام أو ذلك الذهب الذي أتيت له أتيت به تلك الأقزام. ثم أتي يعني إخواني في الله إلى هنا إلى المعالجة، لاحظوا معي هنا، فأنا لدي 33,019,000، سوف أضغط هنا لتلاحظوا معي. لاحظوا معي لقد زاد يعني رصيدي من نقاط إعادة الشراء ومن السحب. فأنت كعضو مجاني لم تكن تريد الاستثمار مثلي أنا، فما عليك إلا الصبر. لاحظوا معي، فأنا قد بدأت يا أخوني بالله ولا شيء، بدأت كعضو مجاني ولم أستثمر أي فيلز. لاحظوا معي، وأنا لدي 46 قزم من فئة 100,000 و 16 من فئة 250,000، يعني لدي العديد من الأقزام والحمد لله، يعني فرصيدي يوميا يتعدى 5 دولارات. عندما يعني أنت كعضو مجاني سوف تقوم بشراء هذه الأقزام، سوف تقوم بإعادة الاستثمار في طبيعة الحال لكي يكبر مشروعك. فإذا لم تقوم بإعادة الاستثمار كعضو مجاني أقول، فلن تستطيع يا أخوني في الله، يعني لن يكون مدخولك جيد. فعندما تضغط يعني تقوم بشراء أنت تلك الأقزام ويعني تقوم بالضغط لكي تجني تلك الأرباح في المساء أو في أي ساعة تريد، سوف تأتي لك هناك في طبيعة الحال، فأنت لن تسحبها. تضغط على سواب، ثم مثلا تضغط هذا العدد تكتبه هنا، ثم تضغط على سواب واحد، وسوف أكتب أنا 10,000 فقط، عفوا 1,000 فقط. لاحظوا معي 23,84. هذا هي الآن 22,84، يعني قد قمت بتحويلها إلى عدد الاستثمار إلى هنا. وبياني أوتوماتيكي عندما تقوم بعدد الاستثمار فالموقع يهديك بلس عفوا زائد 20%، أي قمت باستثمار 1000 كوان سوف تعطيك 1000 هكما تلاحظون 1200. وهنا سوف تجد الريفيل الخاص بك. لاحظوا معي أشخاص مشجعين من خلالك. هذا هو الريفيل الخاص بك. كيف تقوم بإدخال المال إذا كنت تريد إدخال المال في الموقع؟ تضغط هنا، عفوا فهذا السحب، عفوا فأنا يعني لا أتقن الإنجليزية بشكل جيد. إذا كنت تريد يعني إضافة المال سوف تضغط هنا كما تلاحظون معي، تكتب يعني عدد البيتكوين الذي أو الكوان الذي تريد أو الروب يعني بالروسية هو مال يعني عملة بحال يعني على سبيل المثال، فتكتب هنا 1000 روب تعطيك 10,000 جولد كما تلاحظون معي. ثم تضغط على هنا يا اخواني في ذلك تقوم بالدفع، فالموقع يقبل جميع البنوك الا باي بال وبايزا. وسوف تقول لاخي في الله فالموقع يعني لا يدعم بايزا او باي بال فهو نصاب. فانا اقول لك اخي في الله كما لاحظت معي في بدايه الموقع في بدايه الشرح، فانا يعني اعمل في هذا الموقع عام تقريبا، والموقع قد بدا قبل ان اقوم بالعمل فيه انا، اي فالموقع لديه عامان على بدايته، فالموقع لديه سياسه جميله يا اخواني في الله للربح منه ولا ينصب إن شاء الله يا أخواني في الله، فعامين تقريبا وهو يعمل، فهذا كفاية لكي نثق في هذا الموقع. فيعني الفكرة يا أخواني في الله، فأنت لن تستطيع سحب مالك. لاحظوا معي عندما تريد السحب سوف تضغط على وذر أو هنا، سوف تأتي لك هذه اللوحة. لاحظوا معي، لكن سوف ندخل إلى الحساب الذي قمنا بإنشائه، ثم نضغط على وذر أو هنا. ثم تأتي هنا للسحب، لاحظ معي
فالموقع يقول لك لا تستطيع السحب إلا أن تقوم يعني باستدعاء بعض الأصدقاء يعني الريفيل أكتيف، أو تقوم بإضافة 10 روب، يعني تقوم بإضافة سنت يعني. فهو سنت واحد من السنت، هذا سنت سنت يعني دوره باللغة العربية 0.1 دولار، تقوم بإضافتها للموقع لكي يفتح لك يعني لوحة السحب، أو تقوم يعني بإعادة شراء الأقزام يعني بكثرة لكي تستطيع السحب من الموقع كما فعلت أنا. فكنت دائما أستثمر، فلوهلة قد وجدت الموقع قد فتح لي يعني السحب. يا أخواني في الله سوف نقوم يعني بتجربة الدفع المباشر من هذا الموقع، لاحظوا معي. سوف أقوم يا أخواني بالله بفتح حسابي على باير، لاحظوا معي، لكي نقوم يعني بالدفع أو بسحب أموالنا من هذا الموقع، ولكي نلاحظ فإن الموقع يعني يسحب بطريقة جيدة. أنا سوف أسحب يا أخواني في الله 1000 فقط، لأنني لا أصل يعني لأنني لا أريد السحب من هذا الموقع. فأنا يعني أقوم بإعادة الاستثمار وبإعادة شراء الأقزام. لاحظوا معي أخواني في الله، فالتوتال يعني لدي 0.00، قد قمت يعني بسحب من بطاقتي. لاحظوا معي، سوف أضغط يعني على أوردر، عفوا أخواني في الله، لاحظوا معي، فالموقع يقول لك لا تستطيع السحب إلا عندما تصل إلى 1000 جولد، فأنا لدي يعني 22000، لكن سوف أسحب 1000 فقط. لاحظوا معي هنا، فأنا لدي 0.00 في التوتال، سوف أقوم بالسحب. فالموقع قد دفع لي، سوف نذهب إلى هنا، نضغط يعني على أكتوريزي. لاحظوا معي، قد سحبت 1000 كوان كما تلاحظون معي، فقد سحبت وصلني السحب الفوري 0.13 دولار، و خوني في الله كما تلاحظون معي هنا 10 روب. فكان هذا هو اخواني في الله، هذا هو دروسنا صراحة في هذا الموقع، يعني فيه الكثير من الشروحات، ويعني صراحة يحتاج إلى ساعة من الشرح. فأنا كنت يعني أقوم ببوز للفيديو لكي يعني يأتي الفيديو قصير. أتمنى أن أعجبكم الشرح، وأتمنى لا تبخلوا علي بمشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ووضع لايك للفيديو، وأبوني لقناة الجديدة على اليوتيوب، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.